سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت فيديو شباب بزاف شباب بزاف بزاف. دونك كيما راكم تشوفوا معايا، رايحه نخدم معكم بليغه. هذه هي البليغه راني خدمتها ديجا، راني خادمه الجهه اليمنى وبقات الجهه اليسرى، رايحه نخدمها معكم. هنا نحتاج كرتون. هذا الكرتون شريته 45,000، وممكن يكون طلع في السعر تاعو. كما تعرفوا كل مره يطلعوا في الاسعار. جبت بليغه تاعي وديت عليها المقاس ورسمتها على الكارتون. دونك هاكو تشوفوا، نحتاج زوج مقاسات. وهنا نحتاج بونج تاع 2 سنتيمتر. اي فوالا، رايحة نلصق الكارتون تاعي هذا المقاس الاول على البونج. دونك انا هنا درت غلطه، دونك تعرفوا الغلطه كيفاش جات. كان نورمالمون ما نديرش السيليكون على هذه الجهه، نقلب وندير السيليكون. انا هنا غلطت، كي ندير كيما هكا 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 راني نشوف الجهه اليسرى، مي كي نقلب للجهه تاع البونج نشوف الجهه اليمنى. دونك انا ما خصنيش الجهه اليمنى، خصني الجهه اليسرى. كانوا مامو كيما هكا نشوف الجهه اليمنى، ومين نقلب للجهه تاع البونج نشوف الجهه اليسرى. انا درت العكس كيما راكم تشوفوا الغلطه، حتى من بعد باش عرفتها. دونك راح نعاود كيما راكم تشوفوا. انا خليكم لا فيديو يمشي مي باش تفهموا الغلطه اللي درتها انايا وين راهي. ما بغيتش نقسم لا فيديو باش تفهموني. دونك هنا راكم تشوفوا معايا كي قلبت على الجهه تاع البونج راني نشوف في الجهه اليمنى، مي هي نورمالمون نشوف الجهه اليسرى. كي جيت ندير القطيفه عرفت الغلطه تاعي. الناس رجعت الفيديو باش نخليه طويل بزاف. دونك كيما تشوفوا هنا جبت المقاس الثاني الكارتون الثاني، الشكل الثاني كيما نقولوا، جبته وغلفته بالقطيفه. هذا ما فيه ني بونج ني والو، جيست الكارتون والقطيفه. هنا قطيفه استعملت من نوع الاستيك، انا نخدم به بزاف. دونك هذا النوع يخلي يعطيك لا فورم شابه، كتغلطي كي تنشعي تتسقم. كما راكم تشوفوا راني غلفتها كامل ونخليها على جهه. كي نكمل نخليها على جهه من بعد نحتاجها. فوالا، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. انا فريمون عجبتني، خدمتها ما كنتش نتوقع على النتيجه هذه. شفتها في الفيسبوك مي ما شفتش بهذه الطريقه، مي انا بانت لي بهذه الطريقه قلت نجربها. دي شفتها يخيطوا القطيفه كامل ويديروا البونج لداخل كي شغل انا نخدمه في مطرح، شغل مطرح وغلفناه. انا لا، ما بغيتش هذه الطريقه، بغيت ندير كيما بالكارتون باسكو الكارتون يعطيك شويه شغل تجي متينه. وهذا الكارتون اصلا قاصح ماهوش خفيف، من الاحسن تستعمل هذا الكارتون، مليح بزاف. كيما قلت لكم انا خدمتها ومشيت بها نورمال، ما غبنتني ما والو. كي شغل راني لابسه بليغه عاديه، شغل بليغه اللي شريتها. فوالا، هاد الكارتون سيت كي سموه، المهم يجي غوص كيما راكم تشوفوا معايا هنا. داك تعرفوا هنا الغلطه وين راها. كيما قلت لكم الكارتون ما عنديش كبير، كون وريته لكم جيس كان عندي قطعه صغيره. كاين يقولوا له غري غري،
مي انا ذي قري قري ما نعرف شنو ما موجي لون تاعو رمادي كيما راكم تشوفوا هنا. عاودتها نحيتها نورمال تنحى نحيتها وقلبت قلبتها للجهة راكم تشوفوا قلبت الجهة الثانية فوالا هكا. كل ما نغلطو كل ما نتعلمو اللي ما يغلط ما يتعلمش كل غلطة نتعلمو منها. فوالا هنا راح نغلفها من الاحسن كيما قلت لكم ديروا دو فوا تاع البونج ما ديروش واحد باسكو انا على قلت لكم ديروا دو فوا خاطرش انا لصقت بالكرافاز من بعد دونك نوريكم كيف وين هالي لصقتها بالكرافاز كي شغل الكرافاز خرج لي للفوق شويه خرج لي غير شويه ماشي حاجه كبيره حاجه خفيفه. من الاحسن يكون بونج غليظ ولا ما استعملتوش الكرافاز تستغناو على البونج غليظ ومام كي مشيت بيها البونج كاع حود كهبط ولا عوض ما كانش. هنا جبت سكاي سكاي مكاش لي ما تعرفش سكاي فاني ديت نفس المقاس نفس الشكل كامل نشوفو نشوفو الجهة كيما سكاي نشوف الجهة اليمنى نشوف الجهة اليسرى فوالا. هنا جبت قطعة مستطيلة الشكل هذه القطعة كل واحد رجله كاين اللي رجلو غليظة كاين اللي رقيقة كل واحد كيفاش الرجل تاعه. انا ديت على حسب الرجل تاعي 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر والعرض درت 3.5 سنتيمتر تقدروا ديروا حتى 4 سنتيمتر ولا 4.5 سنتيمتر 4.5 سنتيمتر هذه كحد اقصى. انا هنا كي شغل من درت الفوريغ ديجا كانت عندي قطعه تاع الفوريغ فيها 3 سنتيمتر وانا القطعه تاع الكارتون ديت 3.5 سنتيمتر. هنا غلفتها بالقطيفه كما راكم تشوفوا وهنا جبت قطعه على حسابها تاع الفوغ تنجمو تنقصوا شويه الفوغ انا درت بزياده مي من الاحسن تنقصوا ما ديروش كامل ديروا واحد 17 سنتيمتر اقل منها ب 3 سنتيم ولا 4 سنتيم يعني تخلو منها 2 سنتيم ومنها 2 سنتيم جهه اليمنى وجهه اليسرى تخلو 2 سنتيم 2 سنتيم ولا 1.5 سنتيم 1.5 سنتيم على حساب البليغه تاعكم. هنا راح ندير سيليكون ونلصق الفوغيغ تاعي كما راكم تشوفوا فوالا. هنا راهي حاجه سهله ماهيش صعيبه البنات والله سهله بزاف غير تحطوا يديكم عليها تجيكم سهله. هنا جبت استراس تاع بلاستيك راح نزينها به شغل بقالي خط باين تاع الفوريغ اللي راني مقصاتو ما حبيتوش يبان درت زينه بتنزينها شغل مام كي درته كاسا لا كولور وعطى نظره شابه بزاف للبليغه تاعي. كنت راح ندير تاع الحديد لي زيستراس تاع الحديد مي جوني غلط قلت نخدم البقايا اللي عندي احسن من نخسر سلعتي باطل. الاقتصاد اقتصاد مليح بزاف. اي فوالا راني كملت دونك راح نقيس مقاس تاع رجلي هنا كيما راكم تشوفوا شوفوا معايا هنا راني معلمة ديجا ديت المقاس على رجلي وعلمت وين رايحة نلصق
طب مين جي ندير سيليكون ما نغبنش ما نغلطش وما تهرب ليش. فوالا هنا راني لصقت بالسيليكون ديجا. وبالسياسة أي غير بالعقل البنات هنا الفور يغبن ويلصق بزاف البيستولي. كما راكم تشوفوا هنا أنا استعملت الكرافيز باسكو البيستولي في هذه خفت يطير لي البيستولي ما يحكمش درت الكرافيز. واللي ما عندهاش الكرافيز راح نقول لكم شو ديروا. نورمال تخدم غير بالسيليكون ومن بعد كنقول لكم واش ديروا بعد ما نكمل. بعد ما نلصق كيما قلت لكم شوفوا بعد ما نلصق القطعة الثانية نخيط كالحواف كالحواف ندور عليها بالخياطة. مين راهي نوار ما غاديش تبان لكم الخياطة مي انا ما خيطت كنت رايحة نخيط وعجزت. تبقى القائمة تنكمل ونريح. دونك كيما كتشوفو نلصق هنا القطعة تاع سيلي تاع سكاي. فوالا هنا درت سكاي باش القطيفة ما تتوسخليش و ميم طون ما يزليجيش ما يزلقش. دونك كيما راكم تشوفوا هنا راني لصقت القطعة الثانية عمرتها سيليكون ولصقت. ومن الأحسن تزقطو منيح. أنا هنا عييت نضغط لو نضغط مي مقديش مي نتوما بالعقل. في الأولى خدمتها بالعقل هنا تقلقت عييت. ومن الأحسن ما تخلوش السيليكون يخرج لكم البنات غادي يوسخ لكم كامل الخدمة سيختو. أنا هنا كي درت نوا ولا يخرج لي شوية ماشي بزاف ما كنتش نشوف مي ريقلتها كما كنتم تشوفوا هنا. شوفوا كي يخرج لكم كيما كاسينيكم تحسوها باللي تعمرت خيطوا القطعه الاولى مع الثانيه ولازم تكون خيطه ما تبانش. والسيليكون كيما قلت لكم بالعقل ديروا ما ديروش حاجه ديروش بزاف ديروا حاجه خفيفه ولصقوا غير بشويه بجهه بجهه حتى تكملوا ما تتقلقوش البنات. اي فوالا البنات هاي البليغه تاعي راني كملتها وان شاء الله تعجبكم كما عجبتني انا عجبتني بزاف. انا متاكده رايحه تعجبكم وراحين تجربوها وتنجحوا فيها واللي تجربها تخلي لي تعليق. البنات ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم. معليا نقولكم غير سلام وتهلاو في روحكم.